نموذج من النماذج اللي احنا نبغي المزارعين في دولة الإمارات من المقيمين والمواطنين ان يتعلمون منه. ولذلك نحن يمكن في خلال زيارتنا اليوم تكلمنا ويا اخونا عبد الرحمن كيف ممكن نحن ننقل هذه التجربة بنموذج قابل للتطبيق من ناحية التكلفة ومن ناحية نموذج التطبيق ككل كنموذج تكاملي من تربية الدواجن والماشية إلى الزراعة إلى تربية الأسماك والاستزراع السمكي. يمكن أحد الأهداف الرئيسية ضمن برنامج ازرع الإمارات أن نحن نسلط الضوء على النماذج المبتكرة اللي موجودة في دولة الإمارات. هذه النماذج لم تنشأ اليوم والبارحة، هذه نماذج بدأت منذ عدة سنوات وأثبتت إمكانيتها في الزراعة في الإمارات، ونحن نطمح أن احنا ننقل مثل هذه التجارب. يمكن أحد الأهداف الرئيسية لهذه المبادرة وأحد المشاريع الرئيسية المنبثقة عن برنامج ازرع الإمارات هو تأسيس المركز الزراعي الوطني. هذا المركز الذي يأتي كنموذج ممكن، هو مركز ممكن لجميع المزارعين والعاملين في دولة الإمارات في هذا المجال، لأن نحن نطمح لإحداث نقلة كبيرة وقفزة نوعية في الإنتاج الزراعي في دولة الإمارات. من خلال هذا المركز سنعمل مع جميع الشركاء على مستوى الدولة. نحن لا نتكلم عن نموذج عمل حكومي فقط، ولكن نموذج عمل تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص وجميع أفراد المجتمع. التقينا اليوم مثلا خلال زيارتنا بمزارعات إماراتيات كانوا منتسبين لأحد البرامج من برنامج المزارع الحق اللي نفذت وزارة التغير المناخي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية. هذا البرنامج اللي نطمح من خلال نحن نؤهل المزيد من العاملين في هذا المجال. لذلك نحن دائما نقول هذا أحد النماذج التي نفخر بها على أرض دولة الخير، ومنها بإذن الله سنستمر لإحداث نقلة نوعية في الإنتاج الزراعي في دولة الإمارات، ولمن خلالها بنقدر نحن نثبت أن أرض الخير فيها الكثير من الخير وإمكانهم ينتجون هذه الخيرات، وليس فقط للإنتاج المحلي في أسواق دولة الإمارات ولكن أيضا للإنتاج العالمي.